السلام عليكم، ازيكم؟ الحقيقة في كلام عن فيضان في السودان هيجتاح السودان بشكل كبير، والفيضان ده هيأثر على السد العالي. في كلام تاني بيقول لك اصل السد مليان شقوق، وان الميه اثرت على الممر الاوسط اللي اتبنى في سد النهضة، وان سد النهضة ده معيوب بشكل كبير، والشقوق هتوقع السد عاجلا ام اجلا. في ناس تانية بتقول لك والله السد ده هياخد 20 سنة او 30 سنة عشان يتبني، وبكده مصر ما عندهاش مشكلة. في برضو اقاويل تانية، وكل اللي بقوله لك ده اتقال من يوتيوبرز، اتقال من اعلاميين، كل دي اقاويل عاوزين نسمع اجاباتها. الحقيقة لو انا طلعت جاوبتك هبقى برضو ممكن ما بقاش افضل من اي حد القى الطرح ده او قال لك المعلومة دي، لان انا مش متخصص. فالحقيقة ده اللي خلاني استعين بالدكتور عباس شراكي. دكتور عباس شراكي يعتبر حاليا اشهر خبير بيتكلم سد النهضة حاليا، تتفق او تختلف معاه هو اكتر واحد متخصص في سد النهضة. الحقيقة انا قعدت اتكلم مع الراجل كتير جدا، خليني اقول لك ان هو كان رافض اصلا يطلع، يعني ما كانش حابب ان هو يطلع في مداخلة، بس حقيقة بعد الححنا عليه الراجل وافق واستجاب لدعوتنا. وطالع هو هدفه الاساسي ان هو يوضح الصورة بالنسبة للفيضان السنة دي، بالنسبة للمعلومات الخاطئة اللي بيتم تداولها. لازم تعرف بس مين اللي انت ممكن تسمع له ومين اللي ما تسمعلوش. اسمع لخبير يقول لك الدنيا بتمشي ازاي هناك. خلينا نشوف المداخلة اللي عملناها مع دكتور عباس شراكي، يا رب تعجبك ويا رب تطلع معلومات مفيدة منها، لان انا نفسي استفدت من المداخلة دي. خلينا نشوف المداخلة. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا، ازي حضرتك دكتور عباس؟ معلش في كام سؤال بيتردد حاليا عندنا كمصريين ومش لاقيين لهم اجابة، لان المتخصصين ما بيتكلموش كتير اليومين دول، فده اللي بيسيب المعلومات في ايد يوتيوبرز، في ايد اعلاميين ممكن يقولوا معلومات غلط. فمعلش انا في كام سؤال كده عاوز استوضح منهم اجاباتهم من حضرتك. اول سؤال، بالنسبة دلوقتي للمية اللي خلف السد، السودان دلوقتي عمالة تقول ده في فيضان جاي علينا، فتحنا سد الروسيروس، هنعمل ايه؟ السودان نفسها ما عندهاش معلومات كفاية. ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟ حضرتك تقصد المياه الموجودة الان في سد النهضة؟ بالظبط كده، بالظبط. وهو الحقيقة هذه المياه فيه جزء تكون في التخزين الثاني. هذا التخزين بدأ يوم 4 من هذا الشهر، 4/7، وانتهى يوم 18، ويوم 19 توقف التخزين لأسباب طبيعية، يعني وليس لأن إثيوبيا انتهت من التخزين. أسباب طبيعية هنا أقصد أن الفيضان جاء على السد، والمياه عبرت من الممر الأوسط من على القمة، وفي يوم 19 صباحا بالفعل عبرت المياه في اتجاهها إلى السودان ثم إلى مصر. إذن فيضان هذا العام يعتبر بالنسبة لنا بدأ يوم 19/7، من أول الشهر إلى يوم 18 اللي هو توقف التخزين الثاني، سقط أو جاء حوالي 4 مليار متر مكعب من المياه. الأربعة مليار الأولى اللي جت في 18 يوم الأول تم حجز 3 مليار منهم كتخزين ثاني، بسبب أن ما فيش مخرج غير البوابتين اللي تم فتحهم في 14 إبريل الماضي. تمام. واتحجز 3 مليار اللي هم قيمة التخزين الثاني. هذه المياه طبعا تم تجمعت مع المياه المخزنة من العام الماضي، وهي 5 مليار متر مكعب. إذا بحيرة سد النهضة حاليا مخزن فيها 8 مليار كإجمالي، 8 مليار متر مكعب، 5 من العام الماضي و3 من هذا العام، وكل المياه التي تسقط الآن في حوض النيل الأزرق لتمر من أعلى الممر الأوسط وفي اتجاهها إلى مصر والسودان. وبالتالي إثيوبيا لا تستطيع عمل أي شيء هندسي في الممر الأوسط، ممكن يشتغلوا في الأجنبي، لكن في الممر الأوسط في وجود الفيضان لا يمكن عمل أي شيء. ممكن إثيوبيا تكمل بعد كده يعني تكثيف الممر الأوسط مرة تانية والتعليق بالخرسانة على شهر فبراير من العام القادم. طب أنا أسأل حضرتك سؤال هنا، إمتى يبتدوا يشتغلوا تاني في السد؟ يشتغلوا تاني في السد، الفيضان بينتهي في أكتوبر. أكتوبر يعني هو يعني في شهر أكتوبر هيبدأ الأمطار بتقل مرة أخرى. في الحالة دي بس هتظل المياه تمر من أعلى الممر الأوسط. لا، هم إمتى يشتغلوا في الممر الأوسط تاني؟ إمتى بقى يشتغلوا؟ في إذا سمحوا للبوابتين إن هم يظلوا مفتوحين في شهر نوفمبر وديسمبر، الأمطار بتكون قلت قوي، وبحيث إن الكمية المياه التي تأتي إلى السد هتكون أقل من 50 مليون متر مكعب.
ودي البوابتين يقدروا يعدوهم. وهنا السبب ان في شده الفيضان وتزاحم المياه للمرور من السد ما بتقدرش تمر كلها، فهيحصل زي احتباس للمياه في البحيره، فالبحيره تزيد شويه، لكن كل هذه الزياده اللي هي فوق 8 مليار سوف تنصرف في شهر اكتوبر. يعني هم هيفضوا السد في شهر اكتوبر. هي زحمه دلوقتي ان المياه بتتدفق بالكامل ناحيه السد، والسد ما يقدرش يخرج الا من الممر الاوسط. حتى والبوابتين مفتوحين، البوابتين في الوقت الحالي ليس لهم اي قيمه، لان مع الفيضان وشدته هنشوف في شهر اغسطس ان بيصل الايراد في عند السد الى ما يقرب من مليار متر مكعب في اليوم. يعني دلوقتي يعني قبل البوس المناطر كان حوالي 50 مليون، وبعدين ازداد الى 100 200 300، في اغسطس بيصل الى اكثر من 900 مليون متر مكعب في اليوم الواحد. انا بس عندي سؤال تاني حضرتك دلوقتي. في اقاويل بيقولوا ان السد في شروخات او في شروخ في جدار السد، السد ممكن ينهار. اتفضل. يعني اولا يعني احنا بالنسبه لنا يعني لو يا ريت في شروخ، يعني طالما اثيوبيا متعنته بهذا الشكل احنا كنا نتمنى طبعا ان يعني الخير لاثيوبيا لو كانت تريد لنا ايضا الخير، ولكن عمل مشروعات بغرض تنميه. لكن هو الحقيقه يعني في بعض يعني الالوان بتظهر احيانا بيبقى لون غامق كانه شرخ كده في السد، في البعض احيانا يقولوا في الجناح الشرقي، والبعض الاخر يقول ده في الجناح الغربي. لا دي كلها حاجه يعني اما يعني اجزاء يعني من وضع الخرسانه، وفي بعض الاسمنت يعني ده بيحصل في اي مكان لما يبقى في خرسانه في ميه بالاسمنت وتنزل على الجهه الاخرى فبتبقى لون غامق. بس ما فيش حاجه رسميه، ما فيش حاجه رسميه. لا 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 ما فيش اي حاجه رسميه بتقول ان في تشقق في جسم السد، لان لو في لا ده الشركه تتوقف فورا، لان مش معقول هتكمل وفي تشقق بهذا الشكل وكل اللي تعمله يبقى يضيع يعني. ولكن احنا السد الان هو لسه في يعني اثيوبيا اعلنت انه وصل الى 80%، وهذا غير صحيح برضه. غير صحيح 80%. ليه بقى؟ لان السد الان في الممر الاوسط احنا بنقول المنسوب الى مستوى سطح البحر. تمام. فلما نقول ان هم وضعوا خرسانه حتى منسوب 573 متر ده فوق سطح البحر، لكن ده يختلف عن ارتفاع السد. ارتفاع السد بيبقى لما نقول الارتفاع هو مدى ارتفاع السد من قاع النهر الى القمه اللي وصلوا لها في الخرسان. دي كانت قبل التخزين الثاني كان 70 متر ارتفاع السد، وبعد كده وضعوا خرسانه حوالي 8 متر، المستهدف كان 30 متر، وبالتالي لما عملوا ال 8 متر كان مستوى الفيضان وصل الى ال 8 متر وعبرت المياه السد. طيب انا في هنا سؤال مهم جدا. الفيضان المره دي هم بيتكلموا ان هو هيكون غير مسبوق، يعني السودان ليها تصريحات تقول لك الفيضان غير مسبوق ما حصلش قبل كده، هل دي تصريحات صحيحه ولا السودان معميه ومش شايفه ايه اللي بيحصل ورا السد وممكن تفاجئ ان المايه اللي جايه لها بسيطه جدا؟ لان اثيوبيا ما بتفرقش عن اي معلومات، يعني اثيوبيا ما بتقولش اي حاجه عن السد. انا احب حضرتك. يعني اوضح لحضراتكم موضوع الفيضان في السودان. الحقيقه الفيضان في السودان نوعين، في نوع بينتج من سقوط الامطار داخل الاراضي السودانيه. الفيضان هو عباره عن ارتفاع منسوب النهر الى اعلى من الجانبين وبالتالي يفيض على الاجناب، في الحاله دي يبقى فيضان. اذا الفيضان هو بارتفاع مناسيب الانهار، واما الامطار والسيول دي بقى دي موجوده. فاذا ما تشهده السودان يعني هذا الاسبوع او الاسابيع القادمه هو بالدرجه الاولى امطار داخل السودان وسيول في بعض المناطق. الامطار في فيكتوريا يعني قليله دلوقتي، واحنا يعني شوفوا في حكمه كبيره ربنا عملها لنا ان نهر النيل يظل عامر بالمياه. اذا متوقع الاسابيع القادمه ان النيل الابيض هيفيض في الخرطوم ويقابله النيل الازرق بفيضان، بكل المياه اللي بتمر من اعلى السد النهضه حاليا هتزداد وهتصل الى ما يقرب من مليار متر مكعب في اليوم الواحد في اغسطس لما يلتقي مياه النيل الازرق ومياه النيل الابيض في الخرطوم. هنا بيحصل الفيضانات الكبيره، ولذلك السودان مستعد وعارف ان دائما الفيضانات بتحدث، لكن وبالتالي احنا بنقول الموسم هذا العام مرتفع لكن لا يصل الى درجه الامطار في العام الماضي. ولكن السودان بيشاهد الان عباره عن سيول وامطار غزيره،
والأسابيع القادمة سوف نلاحظ فيضانات من الأنهار في السودان. السؤال اللي بعد كده، مصر جاي لها الفيضان ده منتظرة بقى، أيوة حضرتك بتقول لي إن هو احتمال بحيرة السد تشيل حتى 10 مليار متر مكعب، بس حضرتك بتأكد لي إن في شهر أكتوبر هم هيبتدوا يفضوا السد، فهل لحد شهر أكتوبر مصر هتفقد كمية من المياه تقدر ب 10 مليار متر مكعب من حصتها ولا لا لأ؟ اوضح النقطه دي تاني. اتفضل. احنا عندنا سد النهضه تمام حاجز الان 8 مليار متر مكعب، تمام وكميه المياه التي سوف تاتي الى سد النهضه الاسابيع القادمه تزداد يوم بعد يوم، وهتصل الى القمه في شهر في نهايه اغسطس. فهذه المياه لن تستطيع انها تمر في نفس الوقت، وبالتالي في جزء منها بيمر بكميات كبيره وجزء بيتبقى نتيجه ازدحام المياه امام السد. تمام. الجزء اللي بيتبقى ده مؤقت، بمجرد ان الامطار تقل شويه هنلاقي كل المياه بتمر من اعلى الممر الاوسط، وهنجد ان المياه اللي هتزيد في بحيره سد النهضه حاليا لو زادت مليار او 2 مليار ان هذه المياه سوف تصرف في نهايه سبتمبر او على الاكثر في اول اكتوبر، وفي اكتوبر في نهايه اكتوبر سوف يعني يبقى داخل الاراضي الاثيوبيه بحيره بها 8 مليار متر مكعب فقط. مصر اللي هتخسره ايه او اللي احنا خسرناه بالفعل دلوقتي ال 3 مليار اللي اتخزنوا بالفعل في اثيوبيا حاليا كان المفروض ان هم هيوصلوا مصر ابتداء من 1/8، لكن اللي هيصلنا المياه اللي تم عبورها من الممر الاوسط يوم 19. لكن هنا في نقطه بقى، ان ال 3 مليار اللي احنا خسرناهم لو موسم الامطار مرتفع، بمعنى ان بيجي لنا من النيل الازرق 50 مليار متر مكعب، لو السنه دي كانوا 55 هيبقى ال 3 مليار اتحجزوا وفي 2 مليار زياده يجي لنا 52 لمصر والسودان، لو الامطار غزيره وهيجي لنا اكثر من 50 مليار هيبقوا من الزياده. بس حضرتك لكن هي المفروض انها كانت تجي لنا في مصر. بس حضرتك قلت ان الميه السنه دي مش زي السنه اللي فاتت، صح؟ ايوه، ولكن ما زال المستوى مرتفع، في فرق يعني السنه دي المتوقع ان الامطار الموسم يكون مرتفع. انا قلت لحضرتك ان الامطار طبعا في بحيره فيكتوريا العام الماضي سجلت رقم قياسي، أوه، وهذا العام وصل 2 سنتيمتر قبل هذا الرقم القياسي، معناها برضو ما زال مرتفع لكن لم يصل الى مستوى العام الماضي. في سؤال هنا، في دلوقتي اقاويل ان اثيوبيا مش هتعرف تخلص السد في المده اللي هي قالت عليها، يعني هم دلوقتي بيتكلموا ان في ناس بتقول ان هو 20 سنه، يعني في 20 سنه عشان يكملوا السد ده، هل ده كلام صح أيوة ولا لا؟ لا، اولا لما هم وضعوا حجر الاساس لسد النهضه يوم 2 ابريل 2011، تمام، وطبعا كان في جدول زمني، اي مشروع بيتعمل له جدول زمني، كان المعمول ان المرحله الاولى لسد النهضه تكون بعد 40 شهر من وضع حجر الاساس. تمام. المرحله الاولى دي عباره عن ايه؟ عن تخزين كميه من المياه، ما ذكروش يعني رقم، ولكن بحيث ان هذه الكميه تكفي لتشغيل 2 توربين، وتبقى دي المرحله الاولى لتشغيل سد النهضه، ان فيه تخزين وتوليد كهرباء. هذه المرحله كان مقرر لها 40 شهر من وضع حجر الاساس في ابريل، يعني معناها اغسطس 2014. ما تم حتى الان في المرحله الاولى هو تخزين مياه فقط، حتى ال 5 مليار بتوع العام الماضي كان تخزين ولم تستفاد به اثيوبيا اطلاقا، ما ولدوش لا كهرباء، مياه شرب ولا زراعه ولا توليد كهرباء. يبقى في تخزين، وفين التوربينين بقى؟ التوربينين حتى الان مش موجودين. شفنا اثيوبيا قالوا احتمال بعد 3 شهور يتم تشغيل التوربينين، حتى لو اشتغلوا في اكتوبر القادم ده معناه ان الخطوه دي مؤجله من اغسطس 2014. وكان بقى هنا السد مقرر ليه يكتمل بالكامل في 2017. فاذا السد امامه الان علشان يكتمل من الناحيه الخرسانيه وتركيب بوابات وتركيب توربينات مش اقل من 4 سنوات من الان، ده لو كانوا شغالين بوتيره يعني عاليه ومفيش مشاكل ماديه. والمتبقي من السد بقى قد ايه؟ الممر الاوسط ارتفاعه الان 78 متر من قاع النهر الى القمه. تمام. المفروض هذا الارتفاع يبقى 145 متر. وكذلك الاجناب، الاجناب حاليا في بعضها عند ارتفاع 90 متر او يعني وفي البعض عند 100 متر. المفروض الجميع
يتم رفعه خرسانيا الى الوصول ل 145 متر، هي ارتفاع سد النهضة. اذا السد امامه خرسانيا او من ناحية هندسية لو الامور ماشية طبيعية والاموال متوفرة مش اقل من 4 سنوات. اثيوبيا هنا نفسها بتقول لا قدامنا لحد 2023، وقبل كده كان يعني كانت 20 وبقت 21 وهكذا. اخيرا انا بس ليا تعليق واحد، مش كل حد تسمع له، مش كل حد تثق في كلامه، مش عشان هو وحش. اوعى تفتكر اللي قالك ده او اللي طلع سواء يوتيوبرز او اعلامي طلع قالك معلومة يبقى هو اصلا انسان فاشل خالص. بس حاليا احنا عندنا مشكلة في المعلومات، لان عندك حكومة ذات نفسها سودانية عندها مشكلة في المعلومات. يعني السودان ما تعرفش حاجة عن سد النهضة خالص، يجي لهم مية يجي لهم، ما يجي لهمش ما يجي لهمش. السودان نفسها عندها مشكلة. فاليوتيوبر اللي قالك او الاعلامي اللي قالك اي معلومات من اللي سألتها دكتور عباس شراقي غلط، اوعى تعيب عليه. بس في الاخر لازم تستقيم معلومة من متخصص تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. يا رب دكتور عباس شراقي يكون شرح لك الموضوع بشكل مبسط. ان شاء الله هيتضرب واللي انت عاوزه، كل اللي بيحصل ده هيتضرب. وارفع راسك فوق، انت مصري وعلى حق، ويا رب نصر مصر. تحيا مصر. سلام. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخيني ومن الخلق اللي بين أهليك مدسوسة يا محروسة.